الحين قبل التحدي عندهم تمرين تطبيقي، بعد التمرين ذا بيكون عندنا تحدي قوي. كوتش صايل، وش التحدي؟ عبارة عن ردة فعل سريعة. كيف يكون الحارس فاز وكيف يكون خسران؟ الحارس الخسران طبعا من مسكاته الكورة من طلعته من البداية اصلا، هذا حارس الخسران. اما الفائز دائما تحصله بيطبق كل الطريقة زي طريقة السيد اللي قبل شوي، هذه كلها صح. كلها صحيحة، يعني سيد الحين فائز من له نقطة. اي سيد حاول انك تسحب على الارض، لما انا اطلع من هنا دائما اخذ خطوة قدام واسحب على الارض، دائما اطلع هذه يدي الطويلة. تمام؟ الحين لما انا اكون على الارض هذه اطول. وهذه القصير، لما اكون انا فوق تكون هذه اطول وهذه ادفع، بس على الارض لازم اطلع هذه قبل. اوكي يلا اوكي صح. سيد ناخذها عباره عن تحدي وتعليم للحراسه. ليش تطيح قبل لا تروح الكوره؟ يعني امشي خطوتين. هي خطوه اصلا قدام مع خطوه، انا ادق نفسي واطلع الكوره. اوكي قوم بسرعه، ياخذ خطوه عشان يقرب من الكوره. صح بسرعه. اوكي اوكي انس. هذا البطل اللي باقي مواصل في التحدي، باقي ما شاء الله تبارك الله مواصل. ايه سيد سلام عليك يا حارس. اليوم شرفنا ومنورنا إداري نادي الفيصلي والمشرف الفئات بأكاديمية الجوهرة الأستاذ إبراهيم السلبود. يا هلا والله. حياك الله. يا هلا مرحبا. حياك الله. وسعدت صراحة بما شاهدته اليوم من الشباب تحت 14 والشباب الناشئين والبراعم. اشوف ما شاء الله مستويات في تطور، وانا والله يعني توي جاي من الطائف، جيت من المطار على طول الاكاديميه، ما ادري ايش اللي جاب من هنا، لكن جيت احب لها الصغيرين واحب لها الشباب، والله يعطيكم العافيه ورضا الله وجيهكم، وان شاء الله نشوفهم ان شاء الله من احسن لاحسن. وجيت عشان ناخذ الشباب حقين النادي اللي اخترناهم في التجمع الاخير، وان شاء الله الله يوفقهم باذن الله. من النهائي اليوم الاثنين القادم ان شاء الله اكاديميه الجوهره واكاديميه الابطال. اشوف والله العدد حتى ما شاء الله يعني جميل، حضور ما شاء الله متزايد، لكن الله يوفقهم. جميل ابو عبد العزيز، حدثنا عن البطوله هذه اللي تكلمت عنها. والله البطوله هذه تشرفت صراحه في اقامتها مع الاستاذ ابو سامي وعلى شرفي كاس البطوله، لكن ان شاء الله بالتوفيق للجميع. ان شاء الله يوم الاثنين القادم ان شاء الله موعدنا الساعه 60 باذن الله. تكون هذا دعم قوي للعيبه ان شاء الله باذن الله، دعم قوي ودعم لانهم يطورون من مستوياتهم. الله يعطيك. انا شفت يعني مستويات ما شاء الله تبارك الله تطوروا من عقب ما جاء المدرب هاني، شوفهم ما شاء الله تبارك الله، يعني حتى الصغيرين حضورهم ما شاء الله يفوق تقريبا 30، لكن ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. شكرا لك، شرفتنا بزياره. الله يحييك. مواصلين اليوم بالتحدي الاول اشتقن، ثم التحدي الثاني، اليوم التحدي الثالث بس ما علموني اياه. وش التحدي؟ التحدي مع ذول يا اخوي. وش التحدي؟ التحدي على العشاء، انا ما يدخل على العشاء. اذا ايه
اذا سجلوا علي انا اعشيهم، اذا ما سجلوا هم يعشون. حلو، تحدي على عشاء. أيه. سجل كم واحد اللي بيشوت؟ هم الاثنين. لا لا، هو في التقسيم انا حارس. اها، الحين بنلعب تقسيمة، يعني لازم تسجل. عندنا سنات اللي بينا نسجل، سجلني عشيه. اوكي، عندك بدر وسعود. بالله قرب الشاشه مره عشان بعدين ما دقيقه. صايه اذا ما سجلوا. ها؟ اذا ما سجلوا يعشوني على طول. طيب واذا سجلتوا؟ اعشيهم حتى لو واحد منهم اللي سجل بس. حتى لو واحد سجل اعشي واحد. لا تعشي اثنين. اعشي اثنين. اعشي اثنين. اعشي اثنين. اعشي اثنين. عادي. شوف انا ترى دائما اذا تحديت اوفي بالتحدي. حق مستحيل. كفو والله. مستحيل. كفو. بطل كنت. الملعب يثبت كل شيء. قدها سعود. قدها. ها بدر. اكيد. اقول لك بخليهم يعشون في مطعم. والله جيبي سيرين. الحين قاعدين نقسمون فريقين، وصايل بيلعب هناك وسعود وبدر هنا. انتهت المباراة، يعطيك الف عافية. كيف كانت المباراة؟ انت المحترف، انت المبدع والنجم، كيف كانت المباراة؟ الحمد لله، تمرين انجزنا شيء، احسن من لا شيء، اللهم لك الحمد. اهم شيء مجتهد نصيب. اهم شيء انك استفدت. اللهم لك الحمد. اهم شيء انك مستانس بالاكاديمية. الحمد لله. الله يعطيك الف عافية. يعطيك العافية. شكرا لك. ابشر. انا فزت. سجل عليك. الحمد لله على كل حال. ايوه. استحق صراحة. العشاء؟ ايه. متى العشاء؟ يعني ان شاء الله بعد. كم هدف سجلوا؟ ان شاء الله. هدف واحد بس. بعد ثلاث اهداف يا ابوي. بالغش بعد اهداف. يقول ثلاث اهداف. ايش رايك؟ كم هدف سجل؟ سنتر يسجل يا حارس من هنا. هذا ما سجل مالك منه. انت قلت اي واحد يسجل العشاء عليهم. أيه طيب بس انا ما سجل. استقعدت. كفو والله. كفو يا ولد. طلع اول ربع ساعه. طلع اول ربع ساعه. اصابه. معذور. اصابه. انا في نهايه الشوط الثاني ما كان في احد طلع، لان كلهم طلعوا. اي واحد طلع. الزبده في عشاء ولا لا؟ اي عشاء. متى العشاء؟ متى العشاء؟ ها؟ نبي نوثق العشاء بعد. نعم الرواتب يعني ان شاء الله. نهايه الشهر؟ نهايه الشهر. اكيد ولا تصريف هذه؟ أكيد. خلاص ننتظر عشاك في البراعم. عندنا حارس قوي مره ما شاء الله عليه. سعد كيف حالك؟ طيب ما شاء الله عليك، في الاجازه كنت تتمرن؟ تدري في واحد شاف مستواك اليوم قال انت المفروض تلعب في نادي الهلال؟ ما شاء الله، لانك بدعت اليوم، تستاهل انك تلعب في نادي. كنت تلعب في الاجازه يا سعد؟ لا والله ما كنت تلعب. ما شاء الله عليك، انت موقف ومستواك كذا. واجل لو وصلت وش بيصير؟ بتصير الدعية. وش بتصير؟ بتصير احسن منه. بشوف. كفو والله يا سعد. استمر يا سعد استمر.